وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدثت السيدة أمل السوراني رئيس قسم التسويق والاتصالات بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية عن استراتيجية المعهد لرفد القطاع المصرفي والمالي إلى جانب البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها المعهد لاستقطاب المتدربين. نركز إن شاء الله في الفترة القادمة على طرح برامج تثقيفية للموظفين والمسؤولين والتنفيذيين، ونركز أيضا على الفجوات المهارية، بحيث أن أحد أهم أهداف المعهد هو تقديم قيادة الفكر المسمى بـ Thought Leadership، ونسعى دائما بأن نواكب المتطلبات في سوق العمل والتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية، وعليها نطرح البرامج المناسبة، وفي بعض الأوقات أيضا نقدم البرامج قبل التغيرات التي تحدث في السوق.